السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايبه لكم فكره ان ازاي تحفظي شنطتك الاكسسوار، عشان طبعا انتوا عارفين بتبقى الحاجات ديت بتبقى بتتشال، ما بنلبسهاش كتير، مش بنمسكها كتير. فانا دي طريقتي في حفظ الشنط بتاعتي. بتجيبي اي مناديل مبلله عندك وبتمسحي بيها الشنطه، بتنضفيها كويس قوي من التراب من جوه ومن بره. طبعا بعدين لو عندك اللي هي اللي عارفه دي اللي هي الحافظات بتاعه الادويه دي، بتاخديها وبتحطيها في الشنطه من جوه في كل سوسته، تحطي في كل جيب كده واحده وبتحطيها في الشنطه. وبعد كده عارفه الورق اللي هو بيجي اللي بتبقى ملفوفه بيه المنتجات اللي بتجيلك من سوق وبتجيلك من اي مكان، يعني الورق ده ما ترموهوش. يعني انا بصراحه بحتفظ بيه، بقطعه كده اللي هو بيفرقع ده، وبتروحي حاطاه في الشنطه كله، بتملي بيه الشنطه. بصوا زي ما انا بعمل كده، بتحطيه بتملي بيه الشنطه، وبعد كده بتقفلي شنطتك وبعدين بتحطيه في الشنطه بتاعتها. انا كانت جايه معاها الحافظه ديت، الحافظه دي بتاعت الشنطه كانت جايه فيها، يعني بحطها فيها بحفظها فيها. فانتي اي شنطه عندك قماش بتحطيها فيها الشنطه وبتحفظيها. بس انا عايزه اقول لكم حاجه، يعني ما تركنوهاش في الدولاب كده فتره طويله، وحاولوا ان انتوا تطلعوها من وقت للتاني، مثلا تتفرجوا عليها، تمسحوها من التراب، وما تسيبوهاش على طول عشان برضو الجلد بتاعها ما يشققش. بس وانا قلت اقول لكم طريقتي، ويا رب تكونوا استفدتوا. واشوفكم على خير وفي فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.